صباح الخير عليكم، راني معكم اليوم باش نديلكم لا غوسيت تاع البسبوسه. هام المقادير كيما راكم تشوفوا، عندي كيلة تاع لي زو، كيلة زيت، نص كيلة سكر، ونص حق 3 كيلات تاع دقيق مويا يكون مويا، وعندي لو زيست تاع لو سيترون هو اللي راح يمدلها البنه ديالها، لا فاني و لا لوفور شيميك. نبداو بسم الله. واش عندنا؟ نخلط الكيله، نفقس ولاد الدجاج في لو بول ديالي ونشوف شحال يتعمر حتى يتعمر. نزيد الكيله تاع الزيت ونزيد السكر، هادوما نخلطهم اي جو في بلانشير لو ميلونج ديالي. هاوليك لو ميلونج ديالي، نزيد لو شويه لافاني وندير لو زيست دو سيترون كيما قلت لكم، هذا هو اللي مدلو البنه. نخلط شويه ونبدا نزيد لا سيمول ديالي، سيمول موين بالكيلة، لا ميم مزور لي كيلت بها. عندي 3 كيلات، نزيد بالكيلة ونخلط. هنا اللي يحب نوات كوكو يقدر ينقص كيلة تاع سميد ويرومبلاسيها بنوات كوكو، واللي ما حبش يكمل يكيل كلش بدقيق. فوالا، نزيد كيلة دوزيام، نخلط ونزيد ثوازيام. انا نمكيلتهم الكيلة التالتة، نخلط بيان. شوفوا كيفاش يجيني لو ميلونج هكذا. فوالا، نزيد لها لافاني، نسيت ما زدتهاش، نزيدها مع الدقيق. عندك كم ساشي تاع لافاني؟ بلوتو ان ساشي دو لوفور شيميك، ماشي لافاني. فوالا، نقدر نديرها في ان كرون بلا ونقطعها، سينو اذا حبيتو كيما حنديرها هنايا نديرها في دي رامكان انديفيديوال، نعمرهم 3/4، منعمرهمش حتى الفوق باش كي تخمر تطلع. فوالا، ونحطها طيب في الفوق 180 درجة حتى تحمر. اونتخو طون يلزم نوجد الشربات ديالي. الشربات تاع البسبوسة هي كيلة سكر وكيلة ما، وندير دي ترونش تاع لو سيترون، نحطهم فوق النار. فوالا معمر، نحطهم فوق النار وغير تبدا تغلي نبدا نحسب 10 مينوت ونطفي. فوالا، شربات كيما قلت لكم شربات، دونك عندي كيله سكر، ندير كيله كبيره با فورسيمون هذيك اللي كيلت بها باش نشرب كيما نحب، وكيله ما ماشي زوج كيله، جو بريسيز بيان كيله ما. نحط دي ترونش تاع القارص، نحطها فوق النار، يدوب السكر هي تبدا تغلي، نحسب 10 مينوت ونطفي لها. هاي ليك البسبوسة ابخي ما طابت، باش نعرف نبيكيها بموس باش اذا خرجت ناشف معناتها راهي طيبة، راهي مازال سخونة والشربات ديالي باردة، دونك البسبوسة ديالي تكون سخونة نشربها ديريكت على سورتي دو فور، بالشربات تكون خليتها بردت نشربها نخليها تشرب، ونزيد نعاود نشربها انكو اون دوزيام فوا، نخليوها في لي رامكان هادوما نشربوها بيان ونخلوها تشرب.
ابخي هنايا تشوفوا هايدا راح الشربات هذا شربات ونزيد نعاود نشربها اون دوزيام فوا نكمل نشربهم نزينهم ونوريهم لكم ان شاء الله. فوالا هاي لي كليبسوسه ديالي كنت عاودت شربتها ادو ريبريز وخليتها ليل كامل شربت بيان وراني جلي ديموليت ديمولا فاسيلمون في هاد لي مول. كيفاش تعرفوا بلي شربت بيان؟ كي تزيدوا تشربوها وتشوفوا بلي ما شربتش كامل الشربات هذه كيما راكم تشوفوا هنا في لوغامكا مزات شويه شربات معناتها خلاص اي مشربه بيان دونك تقدروا ديموليوها دو بريفيرونس خليوها ليل كامل تشرب بيان الشربات باش تكون طريه. فوالا فوالو سيتي لا ريسيت تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تسيوها اي نوتر ريسيت ان شاء الله.